نعم طبعا، نحن هنا في مدينة دوزلدورف. جرت العادة أن تكون مسيرة تنديدا بالإبادة الجماعية، لكن اليوم هي وقفة احتجاجية بشكل أساسي. كما تشاهدي خلفي طبعا هذه مقتنيات لضحايا التصرف، يعني المقتنيات الخاصة هي مقتنيات تم جلبها من غزة مع أشخاص وصلوا من غزة إلى ألمانيا وأحضروا هذه الأحذية لأطفال، ملابس لأطفال لضحايا سقطوا في غزة. عرض المنظمون هنا كما تشاهدي هذه المقتنيات يعني تزامنا مع مضي أكثر من 300 يوم على هذه الحرب التي لا تزال مستمرة. المنظمون أيضا نظموا بعض الفعاليات التي ترمز إلى المعتقلين. هناك خلفي لا أعرف إذا كانت الصورة واضحة، هذا البوكس الأخضر هو يرمز إلى ما يحدث في المعتقلات الإسرائيلية، ليس فقط الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، بل أيضا يتحدث المنظمون عن ضرورة أن يكون هناك تدخل دولي للمنظمات سواء للدول لوقف المعاناة المستمرة أيضا بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية. هناك الكثير من الفعاليات التي يعني على غير العادة يقوم بها المنظمون. كما تحدثت كانت العادة هي أن يكون هناك مسيرة وهتافات وشعارات، لكن اليوم المنظمون يقدموا فكرة مختلفة وطريقة مختلفة. نشاهد العديد من يعني الناس تتفاعل مع ما يعني هناك كلمات يتم الحديث فيها عن شرح عن هذه المعروضات، عن هذه المقتنيات الخاصة بضحايا سقطوا في غزة. كان هناك حديث عن استهداف الصحفيين من قبل إسرائيل، وبشكل أساسي ودائما ما يعني يؤكد عليه سواء المنظمون أو المحتجون هنا، وهو ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الإبادة الجماعية المستمرة. كمان شواف مراسل غد كنت معنا من دوسلدورف.